يوم السبت في تمهيد البطولة العربية بمواجهة الرفاع البحريني. نتابع. رغم النتيجة يمكن غير إيجابية اللي حدثت مع نادي اتحاد طجة، ولكن خرجنا من المباراة بفوائد كثيرة، واعتقد هو هذا اللي يعني المهم بالنسبة لنا. احنا كنا نطمح انه نظهر بصورة احسن، بس احنا كنا متوقعين ككادر ويمكن كإدارة متوقعين انه الفريق ما راح يكون بالصورة اللي يمكن الجمهور ينتظرها. مثل ما تعرفون البارحة وصلت المغرب، واليوم راح اشارك بالوحدة التدريبية مع النادي، وان شاء الله جاهز المباراة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرفون يوم اخر وحدة تدريبية للمباراة رفاع البحريني، ان شاء الله نقدم شيء ليأخذ اسم وتاريخ نادي الزوراء.